رجعنا لكم في البريم تايم، مازلنا مواصلين معاكم حتى للعشرة نتاع الصباح. تحية للناس اللي تحقت بينا في الاستماع، طريق السلامة للجميع. نمشيو توت سويت لدقيقة سباسيال. كما تعودت معنا كل نهار ثلاثة نحكيه على المجال الفضائي، اليوم مش نحكيه على مسبار الأمل الإماراتي، شنية تفاصيل المهمة هذه. نحكيه زاد على المشاركات في المؤتمرات والورشات الدولية، منها مؤتمر إفريقي، منها مؤتمر عربي، وورشة مكتب التنسيق لحماية الكوكب لوكالة الفضاء النزا. معنا بالتليفون رانيا توكيبري مباشرة من ألمانيا. صباح النور. صباح الخير وسلام. شنو أحوالك؟ الحمد لله. الحمد لله. دونك مرحبا بك، شكرا لك لقبولك الدعوه. باش نحكيوا على مسبار الامل الاماراتي، الحقيقه اللي العالم الكل شد الصاروخ الاماراتي والانطلاقه نتاعو كانت من اليابان، وكانت مباشره من عديد القنوات وعديد المواقع الالكترونيه اللي عداوا الحدث هذا، وكانت لحظه تاريخيه عربيه بالنسبه لبلد عربي. شنو التفاصيل المهمه هذه؟ اعطينا بعض النقاط. أكثر أحسن خبر عربي صار عنده سنين. بديت المهمة من 2014 وصار الوصلان البارح، فتصار بمكوك هاشتوزا الميسوبيتشي. كما قلت أنت، مركز الانطلاق كان من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان. يوصل نورمالمون دون 7 موا، يوصل في أبوبخي فيفري 2021. وش يقعد يدور في المريخ، يعني يقعد أون ميسيون فكيت سنة مريخية، يعني سنتين بتوقيتنا احنا، خاطر يوم مريخي هو 55 ساعة أرضية. دونك هو ديريكتومون للمريخ، دونك عنده أكيد مهمة باش يقوم بها المسبار الأمل هذايا في كوكب المريخ. أي المهمة متاعه والأهداف متاعه هي دراسة الغلاف الجوي للمريخ، ودراسة تأثير التغيرات المناخية متاع المريخ، وعنده ذاك كيف ثم ظاهرة هروب الأكسجين والهيدروجين من المريخ. دونك يحاولوا يشوفوا علاش هما الأسباب اللي خلات الغازات هذه تهرب من الأتموسفير مارسيان. دونك هذايا كيف كيف باش يعاوننا بور موديليزي الأتموسفير تيغاستر في أترافيغ دي مليون داني، معناها باش يشوفوا كيف كيف التغيرات المناخية الأرضية كاش باش تكون في ملايين السنين. هذا بالنسبة للمسوار الأمل الإماراتي. أكيد فما مشاركات في المؤتمرات والورشات، نحكيه على إفريقيا. خلينا نجيو للقارة الإفريقية اللي اليوم يظهر لي في حاجة إلى الفضاء، فما حركية بالنسبة للبلدان الإفريقية يظهر لي قاعدين نسمع عليها ونقرأ في ليزارتيكل اللي جيونا من البلدان الإفريقية، يظهر لي أصبح التوجه زاد هما للفضاء، وهذه حاجة تحسب للقارة الإفريقية. أكيد هي توا باش يكون تنسيق مع إنشاء وكالة الفضاء الإفريقية، دونك الانستيتيوشن الكل، وكالة الفضاء الوطنية يعني تاع إفريقيا الكلهم قاعدين يخدموا باش يحاولوا يكونوا لي بروجي ريجونو كلهم ببعضهم. دونك اللي صار في المؤتمرات اللي فاتت، أهم واحد مؤتمر أفريكانيد سبيس، هذا مؤتمر جمع فيه أحسن مختصين في كل المهن في مجال الفضاء في القارة كاملة، حتى من قارات أخرى لكن بالأساس في القارة الإفريقية، يعني قاعد يعني يوريك لا ديفيرسيتي في مجال الفضاء. جابوا فيه دي انجينيور، دي حتى دي فارماسيان، دي ميدسان، دي افوكا، دي استرونوت، معناها وراك يعني يعني فكرة هامة، يعني فكرة كلية على مجال الفضاء في كل المهن. جابوا فيه ياسر زاد وزراء ورؤساء وكالات الفضاء في إفريقيا، وكيف كيف العالم العربي في أوروبا. معناتها الفضاء معناتها يلم المجالات الكل والميادين الكل بدون استثناء. هذا هو الميساج، وهذا معناتها احسن حاجه. يظل اليوم اثنيه في افريقيا اصبحت واضحه في المجال الفضائي، معناتها اليوم عاش نحكي مثلا على امريكا وحدها ولا القاره الاوروبيه وحدها، هنا الامارات دخلت زاده في المنظومه نتاع المجال الفضائي، افريقيا كيف كيف. يظل هذا هو التوجه العالمي، سورتو انه نحكي زاده على تمويل على مشاريع الفضاء هذيا. يظل اليوم حتى الدول لازمها امكانيات و اتحاد او اتحادات تكون موجوده لتمويل، وتكون فما امكانيات. تعرفوا الى الفضاء لازم برشا فلوس برشا امكانيات. توا لينا سورتو نحكيوا على بالحق هدف التمويل في مجال الفضاء، يا بلدان الكل توا في العالم الكل تحكي على النقطه هذه.
بون كيما كيما تعرف يعني اهميه مجال الفضاء مش كان بور ليكسبلوراسيون عندي مشيو للمارس مشيو للقمره لكن عنا استعمالات يوميه حكينا فيها الحكايه دي يعني اهميه الاقمار الصناعيه في الاستعمالات اليوميه نتاعنا. تري بيان تري بيان. هذا اللي هزنا للتساؤل على المؤتمر العربي اللي تم تنظيمه لعلوم الفضاء، الهدف نتاعو هو التمويل والحديث على مشاريع الفضاء. فوالا دونك هذايا كان نفسه من اهداف المؤتمر هذايا. المؤتمر هو يصير في العاده مره في العام تاع العلوم كل علوم والتكنولوجيا في البلدان العربيه، لكن سنه بالحق ركز ياسر على البوان دو ديسكسيون كان على هدف التمويل في مجال الفضاء. يعني هذا يدل على انه البلدان الكل كما قلت انت متوجهه للفضاء لاهميته، خاطر هذاك معنيش باش نستعملوه كان فوه لا كوريوزيتي من لازال الاستعمالات العلميه. خلينا نختم مع ورشة مكتب التنسيق لحماية كوكب الأرض لوكالة الفضاء النازا. شنو هي الورشة هذه؟ شنو الهدف نتاعها؟ هذه ورشة فيت لوفيس دو كوردوناسيون دو لا ديفونس بلانيتير نتاع النازا، قاعدين يعملوا يخموا توا كيفاش باش يعملوا دي ميسيون باش يعملوا ديفياسيون، يعني يبعدوا فيه تغيير الوجهة نتاع لي استيرويد ولا الكواكبات كيفاش باش ما يجيوش يغربوا للأرض. دونك قاعدين توا نخمو في سون دي اتولي قاعدين يعملوا فيهم يخمو في لي تكنولوجي بوسيبل لينيرجي نيسيسار، يعني شنو هما لي تكنولوجي لي استراتيجي ينجمو نبداو نخمو فيهم جلوبالمون، يعني خاطر ما تخصش كان النازا تخص العالم الكل خاطر في سيكوريتي جلوبال. دونك بور ايفيتي لي هذايا يصير معناها في الارض، خاطر المشكله هو لي استيرويد دونك با بريفوار لو بوان دامباكت ما نجموش نعرفو بالضبط وين باش يطيح خاطر سي اون اوبيراسيون اليتوار، يعني سا ديبون دو بليزيور فاكتور ما نجموش نحدو بالضبط وين باش يطيح وقتاش باش يطيح. دونك فوالا دونك هذا الهدف هو انه نحاولوا معناها نشاركوا الناس الكل باش بور لوبسيرفاسيون، يعني باش تنجم تواكب تشوفهم الكواكبات ولا الاستيرويد كيفاش يتحركوا وكيف كيف يعني لا بوسيبيليتي ان نجموا نغيروا الوجهه كان لا قدر الله. اما مهمه صعيبه معناتها باش نزيدوا نفسروا للعباد، لو فما الكواكب اللي تلقاها في الفضاء لازمك تحولوا الوجهه نتاعو باش ما يتمش الاصطدام بالارض، هذا هو الموضوع. دونك في حاله انك تهاجم وتدافع او ميم طون يظهر لي. فوالا فوالا باش في سيمولاسيون نتاع النازا 2022 باش ياخذوا ان استيرويد ديديموس باش يحاولوا يعني يعملوا اون بتيت سيمولاسيون عليه. ديديموس وديديمون هكا. فوالا ديديموس. دونك لازم امكانيات كبيره برشا، معناتها لازم تكنولوجيا كبيره باش انك تحاول انك تبدل الوجه نتاعو تقرا له الف حساب، معناتها خاطر ديما نعرفوا اللي في المجال الفضائي الكواكب نسمعوا عليه برشا حاجات، نسمعوا عليهم نقراو دي زارتيكل نشوفوا دي فيديو نشوفوا حتى فما تلقى افلام تلقى ديكومونتير يحكي عليهم. دونك حاجه مهمه برشا معناتها انه اليوم الارض تدافع على روحها. فوالا ديجا هو كان سبب هو الانقراض للديناصور دوبي 65 مليون داني، معناها تركار لا بوبولاسيون تاع الديناصور كلهم يعني تري بيان تري بيان. شكرا لك بارك الله فيك رانيا على التفاصيل هذه الكل. شكرا لك بارك الله فيك رانيا توكايبري كانت معنا مباشره من المانيا. دونك كنا في دقيقه سبيسيال. نعطيكم موعد شوي اخر مع اخبار التسعة متاع الاصباح، بعد يرجعنا معاد الشريف في الميساج اونفوي نكملوا معكم في ساعتنا القادمة والاخيرة من البرايم تايم حتى للعشرة.